تعال بقى نطلع كده نتمتع بنظرة على المتحف المصري الكبير، مشروع كبير هيتم افتتاحه في نهاية العام القادم، وهناك اهتمام من القيادة السياسية به. نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل لكم أخبار. بالقرب من أهرامات الجيزة شيدت مصر هرماً رابعاً، هو المتحف المصري الكبير الذي يتم بناؤه كأكبر متحف في العالم للآثار على مساحة 117 فدان، ليستوعب 5 ملايين زائر سنوياً، والمقرر افتتاحه العام المقبل في حدث عالمي وأسطوري بحضور كبار الحكام والسياسيين والشخصيات العامة في العالم. اكتسب العد التنازلي لافتتاح المتحف الكبير زخمه من تصاعد الاهتمام الرئاسي وبدء نقل الآثار المهمة خلال الأيام الماضية، والتي كان أحدثها 155 قطعة أثرية، من أهمها المظلة الخاصة بالملك توت عنخ آمون ومجموعة من القطع الأثرية التي ترجع لعصر الإسكندر الأكبر والملكين بطليموس الأول والثاني. تكلف مشروع المتحف الكبير قرابة المليار دولار، بحيث يضم 100,000 قطعة أثرية، منها 20,000 قطعة سوف تعرض لأول مرة، بخلاف 50,000 قطعة أخرى موجودة بمخازن حديثة لاستخدامها في الدراسات الأثرية والمعارض المختلفة. وسيضم المتحف الكبير قطعا شديدة الندرة، أهمها مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة، ونحو 5,000 قطعة أثرية، بجانب تمثال الملك رمسيس الذي سيتم وضعه في البهو العظيم كواجهة لاستقبال الزائرين. كما سيحتوي المتحف على مركز الترميم والحديقة المتحفية التي ستتم زراعتها بالأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم، وتخصيص مساحة تزيد على 65,000 متر لأنشطة خدمية وتجارية ضخمة. كما سيتم إنشاء محطتين لمترو الأنفاق بجواره لتيسير الانتقال إليه.